نرحب بالدكتور معتز صلاح سبع العيش وهو اخصائي جراحة العامة وجراحة المنظار وجراحة القدم السكري اهلا وسهلا دكتور اهلا وسهلا فيك يسعد صباحك صباح صباحك. صباحك وايضا الدكتورة ديما الحسبان وهي باحثة ومطورة منتجات في شركة سختيان اهلا وسهلا دكتورة اهلا فيك صباحك, صباحك اهلا وسهلا شرفتونا طبعا الحديث عن الجروح والحروق وطرق علاجها بداية دكتور يعني لما نحكي عن الحروق اكيد في تعريف معين للحروق نسمع اكيد بدرجات الحروق وانواع الحروق زي هيك تعطينا صوره عامه عن هذا الموضوع لو سمحت اول شيء يسعد صباحكم وشكرا على هاي الاستضافه ونشكر قناه رؤيا هلا بالنسبه لموضوع الحروق احنا حابين يعني بيه خلال دقائق بسيطه انه نشرح شو معنى حروق حروق دائما احنا نحكي الجلد هو عباره عن جهاز مناعة للجسم هو أول جهاز مناعة للجسم بيحمي كل أعضاءنا من الداخل نعم <applause> هلا لما يصير في حرق بيصير في أه في تلف أو في إصابة مباشرة للجلد نتيجة عامل خارجي <applause> هلا إيش العوامل الخارجية اللي هي بتترتب عليها أنواع الحروق أنواع الحروق اللي هي الشيء الشائع اللي إحنا بنشوفه عادة اللي هو حروق الشمس مثلا هي تعتبر من الحروق اللي هي من الدرجة الأولى برضه في عنا الحروق بمواد ساخنة مثل النار مثل السوائل الساخنة وفي حروق طبعا مختلفة في الحروق اللي هي الكهربائية الحروق الكيميائية نعم. تمام هاي كلها بتندرج تحت يعني انواع الحروق وهاي بالمنطق اي عامل خارجي بيلامس الجلد ممكن يؤدي على تلف هذا الجلد ممكن يعملنا المشاكل اللي حنحكي مع عنها بعدين ان شاء الله نعم دكتوره حضرتك مطوره منتجات ونحن نعرف اكيد شركه هايجين يعني شركه فيها كثير من المنتجات المفيده جدا فاذا بنحكي عن بعض المنتجات التي تعنى بالحروق خبرينا عن هاي المنتجات لو سمحتي طبعا هلا احنا شركة مجموعة منير سختيان وهي شركة تتكون من مجموعة من الشركات منها شركة الهايجين نعم. اللي بتخصص بمستحضرات اللي بتعنى في الصحة والجمال نعم هلا بحب اركز على انه شركة هايجين هي شركة أردنية عربية 100% وهذا شيء احنا بنفخر فيه دائما هلا شركة هايجين أول برو... لها برودكتات كثير منهم حرار اللي معروف وبراد ودفاق اللي حكينا عنه في حلقات سابقة نعم. واليوم رح نحكي عن هير الجداد هيربو الجداد هو مرهم طبي يساعد على التئام الحروق نعم. الحروق والجروح هلا هو له ميزات كثير منه انه بتكون من ثمان مواد طبيعيه 100% فهذا بدل على انه امن منها البيتا سايتستيرول وزيت السمسم شمع النحل والعسل نعم فهاي المكونات بتعمل على تسريع التئام الجروح والحروق بالاضافه انه من ميزات هيربيه الجداد انه يعمل على طبقه يعمل على عمل طبقه عازله على نعم. البشره واللي بتحمي الحروق والجروح من العوامل الخارجيه مه. وبالاضافه على انه هيربوهيل هي الجداد ما له ريحه فهو مريح للاستخدام نعم حلو هو يستخدم مباشره بعد الحروق بالضبط يس مباشره يس وبخفف الالم برضه اللي مصحوب في الحروق والجروح حلو جميل جدا دكتور بالحديث عن معالجه الحروق يعني شو هي الطرق الامثل تحديدا وقت حدوث الحروق ونحن بجوز بنعرف في كثير يعني ممارسات بجوز شعبيه نحن بنستخدمها معجون الاسنان مواد اخرى بنحطها هل هناك طرق معينه لعلاج الحروق وهل هناك اخطاء يعني شائعه بنرتكبها صحيح هذا موضوع يعني مهم جدا دائما احدى الحروق عاده لما تصير في المنزل ايش اول شيء بتسويه انك بدك تبعد عن العامل اللي, اللي عمل هاي المشكله، نعم. يعني اذا في نار بدك تبعد عن النار مثلا، اذا في مثلا ماده سخنه مثلا انت يعني كنت قريب منها تبعد عنها. نعم. نقطة النقطه الثانيه بدك بنحكي دائما للناس انه مثلا حتى لو مثلا نار هبت في الملابس في في الجسم حاول انك تنزع الملابس المجوهرات الاشياء المعدنيه اللي بتكون مثلا موجوده على الجسم. النقطه الثانيه كمان انه لما يصير في عندنا حرق ما نحاول نحط اي مواد على كيفنا، م. يعني في بعض الممارسات زي ما تفضلت انه الثوم البصل معجون اسنان كذا لا اول شغله الافضل الاسلم في البدايه ضمن المتاح في البيت انك تغسل المحل الحرق خاصه الحروق اللي هي الدرجه الاولى والثانيه احنا بنحكي بتغسلها بماء يكون فاتر نعم مي فاتر الاولى والثانيه هي ابسط شيء بالضبط ابسط نعم. شيء ودائما ابسط شيء بيكون اكثر الما نعم يعني كل ما زادت درجة الحرق وعمق الحرق بكون الالم اقل، ليش؟ لان الخلايا الحسية بتروح، آه. فبطل الانسان يشعر بالالم، فبيجينا المريض موجوع هذا بالنسبة لي انا كجراح كطبيب بكون هذا ساين يعني ايجابي لانه م. معناته درجته بتكون اخف، نعم. فبالتالي بدك خلال عشر دقائق ل 20 دقيقة بمي فاترة، إذا في عندك مواد معينة بتكون خاصة للحروق تنحط، ما نلف الحرق بشكل كامل، م. يعني لا بنحط عليه مواد معينة، تمام وطبعا الاهم من ذلك انه يعني نروح مباشره لطوارئ اقرب طوارئ إلى او نعم. لطبيب مختص نعم جميل جدا طيب دكتوره يعني هير بوهيل جداد يعني هل هناك استخدامات اخرى مثلا غير الحروق هل هناك قصص نجاح نقدر نحكي عنها يعني بحب تحكي لنا عن المنتج اكثر طبعا هلا هيربوهيل جداد من اسمه جداد بيعمل على تجديد الخلايا أه. فهو ممكن يستخدم عند مثلا الطفح الجلدي عند الاطفال وبرضه كمان بالاضافه الى تخفيف اثار حروق الشمس مثل ما حكى الدكتور معتز انه تعتبر من الحروق الدرجه الاولى فهو بيخف بيساعد وبخفف على تخفيف اثارها نعم وبالاضافه انه يساعد برضه كمان على ترطيب البشره هلا برضه كمان هو لانه بيتكون من مواد طبيعيه وامن للاستخدام ممكن استخدامه حتى على الشفاه نعم وبرضه للتقرحات الفمويه يعني هو ادبل فهذا الشيء طبعا بدل على انه جداد هو يعني برودكت يعني بساعد على كثير اشياء غير انه للحروق والجروح نعم دكتور بالحديث عن الحروق هلا ممكن يعني احنا عندنا درجات مختلفه الان بفصل الصيف تقريبا احنا اخره في حروق الشمس مثلا التعرض للشمس يعني بشكل كبير هل يختلف التعامل معها عن الحروق العاديه طبعا هلا درجه الحروق كل ما كانت بالدرجات الاولى بتكون التعامل معها اسهل وابسط نعم يعني بالذات حلق الشمس بالصيف أهم شغلة أنه إحنا نحاول ما نتعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة نعم. نستخدم الدهون أو المواد خلينا نقول اللي هي بتعزل الجلد عن أنه يصير فيها حروق والأهم من ذلك أنه كمان نأخذ نشرب سوائل كثيرة م. برضو مشكلة الحرق واحدة من الأشياء اللي بتصير أنه بيفقد الإنسان سوائل كثيرة بالتالي لازم يعوضها نعم. فبالتالي لازم نشرب سوائل كثيرة وزي ما حكينا هلا بيعتمد على عمق الجرح على النسبه مساحه الحروق الحروق في الجسم بيعتمد كمان على الأعمار الأعمار الصغيرة الأعمار الكبيرة اللي عندهم سكري ضغط اللي عندهم مناعة قليلة اذا كان عندنا حروق نتيجة صعقات كهربائية أو مواد كيميائية أو إشعاعية هذه كلها يعني خلينا نقول اسباب بتخلي دائما الانسان انه يتوجه الى الطبيب المختص او لقسم الطوارئ نعم نعم جميل جدا دكتوره بدي اسال حضرتك عن الـ يعني الفيدباك او يعني راي الناس بهاي المنتجات يعني نحن نفتخر بالشركه اردنيه وطنيه نعم. يعني محترمه مميزه فعلا واكثر من منتج يعني عرضناه من خلال شاشتنا فكيف الناس شايفه يعني بعد استخدام هاي المنتجات كيف بتشوفوا وكيف انتم بتاخذوا هاي الفيدباك وبتطوروا على منتجاتكم يس yes. هيربو جداد يعني له قصص نجاحات كثيره منها قصص وصلتنا حتى مش بس في الاردن في الوطن العربي كامل منه الجزائر وعمان هلا وصلتنا واحدة من القصص كانت عباره عن عمليه بتر قدم ساعدت ساعد هيربو جداد على انه اول شيء يخفف الالم المسحوق مع الجرح اللي سببه البتر بالاضافه على انه ساعد على التئام هذا الجرح بالاضافه على انه هو يستخدم في مراكز ومستشفيات كثيره هون في الاردن وبرضه كمان من من اكثر قصص نجاحاته برضه كمان في عمليات القيصريه نعم. اللي هو يستخدم في الج... على الجروح بعد عمليات القيصريه وهذا بي... وبرضه كمان احنا توصلنا دائما نتائج وصور قبل وبعد لكن ما بدنا نعرضها لانها تعتبر يعني شوي حساسه على المشاهدين نعم. لكن كانت نتائجه كثير مبهره ورائعه جدا نعم جميل جميل جدا دكتور حضرتك ايضا يعني اخصائي جراحه القدم السكري لما يكون في سكري هل بيختلف التعامل مع الجروح الجروح والحروق بشكل بشكل عام ام ام لا، وهل هناك منتجات ممكن نستخدمها مثل هاي المنتجات؟ طبعا 100% هلا دائما حروق او اي جرح بالنسبه لقدم سكري بتخلينا احنا يعني ندق جرس الانذار نعم. لانه مشكله الجرح في قدم سكري التئامه بيكون اصعب بياخذ مده اطول وفرص يصير فيه مضاعفات اعلى نعم نتيجه طبعا انه السكري بقلل مناعه الجسم، بيأثر على الترويه الدمويه في الجسم فبالتالي لا طبعا اي مريض عنده سكري بصير عنده اي حرق في الجسم خاصه احنا مرات بيطلع في فقاع فقاعات, يعني فقاعات نعم بالضبط هاي الاشياء بتخلينا نقول انه هاي درجه ثانيه وممكن درجه ثانيه يعني جزئيه او كليه نعم. فبالتالي لازم برضه نراجع الجراح المختص آلية التعامل معها هي منظومة، تمام؟ بدك أول شيء تشوف التراكمي، بدك تشوف وضع التروية بالنسبة للقدم لل السكري، ممكن المريض يحتاج غيرات بسيطة في البداية، لكن ممكن الأمور تتطور لا سمح الله إنه يحتاج إجراء تنظيفات م وغيره، والأهم من ذلك المضاد الحيوي، ممكن احنا بعد أنا بالعاده بحكي للناس إنه حتى المضاد استخدام المضاد الحيوي لازم بناء على شيء علمي، نعم لازم يتاخذ زراعة، نشوف هل في بكتيريا، إذا التهب الجرح وبناء على البكتيريا اللي, اللي بتطلع في نتيجه الزراعه بنقدر نعطي مضاد حيوي وفي نقطه مهمه كمان بتحب نحكيها بالنسبه للحروق اللي هي من الدرجات الاولى بما انها مؤلمه ما يعني تردد المريض ياخذ مسكنات حتى قبل ما يجي على الطوارئ الاشياء البسيطه زي الباراسيتامول وال والاشياء اللي خلينا نحكي احنا الانسيد بشكل عام نعم آه هاي اهم الاشياء اللي لازم احنا كل واحد يركز عليها في البدايه نعم نعم جميل جدا يعني دكتور بدي اشكر حضرتك جزيل الشكر معلومات هامه جدا دكتور ايضا عليه. يعطيك الف عافيه شكرا جزيلا شكرا جزيلا للاستضافه يعطيكم الف عافيه أهلا وسهلا اهلا